قبل ما تظلم احمد مجاهد وتقول انه بيقف في صالح الاهلي وان هو بيخاف من الاهلي وبيخاف من جمهور الاهلي وبيحب يجامل كابتن محمود الخطيب، عايز احكي لك موقف حصل عندنا السنه دي في الدرجه الرابعه في بني سويف. مفترض ان ليفينا عندنا صعد هو ونجوم مصر علشان خاطر نعمل ترقي ما بين درجه رابعه بني سويف وما بين درجه رابعه المنيا. مفترض ان في فرقه واحده بس هي اللي هتصعد، ودول متفقين عليه وكل الانديه عارفه ان في فرقه واحده بس من الدرجه الرابعه هي اللي هتصعد. خليك مركز معايا، صعد نادي ليفينا. نادي ليفينا اللي الملك بتاعه الاستاذ محمود الاسيوطي، محمود الاسيوطي اللي كان ملك لنادي الاسيوطي اللي بقى تركي الشيخ ودلوقتي بقى بيراميدز. يعني مفترض ان في فريق صارف في الدرجه الرابعه وعايز يصعد، لا في فريق تاني كان صارف وهو نجوم مصر. ده نادي جديد وصرف فلوس كتير جدا وجابوا لعيبه كمان كان بتلعب ممتاز ودرجه تانيه وبيلعبوها معاهم، وكمان كانوا منافسين اللي مع ليفينا في كل الاوقات وكانوا بينافسوا كمان حتى في الترقي. وفي الترقي تقدر تقول كده ان ليفينا قدر يحسمها بخبرات اللعيبه وخبرات المدير الفني كابتن عصام عيد. تمام، مفترض القانون بيقول ايه؟ فريق واحد بس اللي يصعد، ليفينا هو اللي يصعد. تمام، ليفينا خلص وصعد. نجوم مصر بقى عملوا هاشتاجات ونجوم مصر مظلوم ونجوم مصر صارف كتير، واتحاد كوره بص لنا بعين عطوفه، واتحاد كوره بص لنا بعين شغوفه، واتحاد كوره مفترض ان انت تصعدنا. اتحاد الكوره عمل ايه؟ كل الكلام اللي طالع من اتحاد الكوره الفتره الحاليه ان اتحاد الكوره بيفكر يصعد الاثنين اللي طالعين من مجموعه بني سويف في الرابعه وهم لافينا ونجوم مصر، ويصعد الاثنين اللي جايين من المنيا، ويصعد الاثنين اللي جايين من الفيوم، ويصعد الاثنين اللي جايين من الشرقيه. شوف حمله هاشتاجات لنجوم مصر اللي هم محدش عارفهم اوريدي، عملوا هاشتاجات قال لك كويس قوي، ناس عندهم جمهور قاعده جماهيريه هنفكر ان احنا نصعد معاهم ست فرق. اللي هو ليه يعني كان مفترض ان انت بتصعد واحد من هنا واحد من هنا، ليه عايز تصعد كل اللي شاركوا كده عشان نرضي الناس كلها؟ فانت لما تيجي تشوف ناس بتدير بالطريقه دي هتبقى عامله ايه في موقف فيه اهلي وزمالك؟ اهلي وزمالك هيقدروا تشوف ان انت هتظلم اهلي او هتظلم زمالك او هتعمل ايه؟ هتقول لي نرجع للائحه؟ احنا عندنا لائحه؟ احنا بتوع لوائح؟ احمد مجاهد اساسا يعرف ايه اللائحه اللي كانت محطوطه دوري 99 السنه دي؟ مفيش حد يعرف اي حاجه حبيبي، مفيش حرفيا مفيش. طب انت دي ازمه ما فيهاش اهلي وزمالك، ما بالك بقى النهارده دوري 99 ومحدش عارف من جمهور الاهلي مين الناس اللي بيلعب 99 اساسا، بس المهم ان الاهلي بيلعب الزمالك، وطالما الاهلي بيلعب الزمالك يبقى لازم نكسب، ومفترض ان احنا عايزين ناخد دوري 99 اللي هو حرفيا اساسا مش هيختم على فريق اول ولا اي حاجه، والناشئين اللي هيطلعوا هيلعبوا درجه ثانيه او هيروحوا الانديه اللي الاهلي عايز يخلص بيها صفقات لعيبه، ويعني الموضوع ما يستاهلش 60 جزمه من كل الكلام اللي حصل ده. بس المشكله كلها ان محدش كان عارف لوائح، ولا حد كان عارف مين مفترض ياخد الدوري في انهي حاله، ولا حد كان فاهم اي حاجه. مواجهات مباشره، الاهلي ياخد الدوري، فرق اهداف، الزمالك ياخد الدوري. طب يا جماعه اللائحه عندنا بتقول ايه؟ قال لك بتقول مواجهات مباشره يبقى الاهلي ياخد الدوري. لا اللائحه كانت بتقول ان فرق اهداف، طب الزمالك ياخد الدوري. طب ايه؟ حد فاهم اي حاجه؟ اتحاد الكوره قال لك بص يا جماعه احنا نقسم البلد نصين، ايه العك؟ نلعب مباراه فصل. اللي هو مش جديد، والله ما جديد. انا لسه حكي لك موقف ليفينا ونجوم مصر وقلت لك هو عمل ايه هنا في الحاله دي عشان يصعد نجوم مصر. راح قرر ان هو طب ما نصعد كل اللي لعبوا ترقي. تخيل بقى ناس بالعقليه اللي بتدير الكره المصريه دي، شايف انت الوضع رايح لفين؟ انا كنت منتظر امبارح لجمهور الزمالك يسخن ويقول لك عايزين نعمل انتخابات يا وزير، ولازم تحاول تصلح اللي انت بوظته، انت ضربت الاستقرار بتاع الفريق، تحاول تصلح الاستقرار تاني بانك تعمل انتخابات. لقيت الناس سبحان الله ركزت على هدف امام عاشور وقال لك في قلب التتش في قلب التتش، مش عارف هو ما قالوش في قلب التتش بس هو قال لك حاجه كده لفظ سيء. طب يا جماعه هل انتوا فعلا عايزين تحلوا اي حاجه؟ لا مش عايزين يحلوا اي حاجه. طب يا جماعه انتوا بتقرفوا اهالينا ليه وعاملين دوري كوميدي ليه؟ يا جماعه لو عايزين تتفرجوا على اي حاجه ممتعه فانصحك بالتكن تايتل الجزء الرابع، ويا سلام بقى وانت معدي كده على الجزء الرابع تعدي على الاجزاء الثالثه، وربنا هتستمتع بكتير جدا اكتر من الدوري المصري وكل الحكاوي الوسخه والمعفنه والرخيصه اللي احنا بنسمعها في الكره المصريه. دي مش كره مصريه يا جماعه، ده كده نسى، وطول ما احنا ماشيين بجو كده النسى بالجزمه ده محدش هيفهم اي حاجه. نقول لك انا معلم عليك وعامله مساوي، وانا منتظرك تاخد موقف زي خلق الله وتقول ان انت تعرضت لظلم في موقف من المواقف وعايز حقي. لا انت سبت حقك وتخليت عنه تماما في مجرد انك تقعد تعاند مع الاهلي، عاند بقى مع الاهلي وخد دوري جمهوريه، وبعد كده لما دوري الجمهوريه ده تاخده ان شاء الله هيوصلك لكاس العالم للانديه. مش عارف الفكر بالنسبه للناس دي رايح فين، بس يلا مفيش فايده والله. يعني انا لو جيت بدري مش كنت زمان اتفرجت على مباراه توتنهام ومانشستر احسن من ام العكه ده؟ بس يلا والله مفيش فايده والله في كل حاجه.